Hey guys. أول شيء قبل لا تعلقون توني طالع من الشاور عشان شي شعري مبلل. ثاني شيء صار لي يومين مو مصورة وقاعدة أعاني هالكم يوم إني أصور فيديو لأن صراحة تيك توك صار وايد مليق. So جت لي فكرة. أتوقع الكل يدري إيش كثر أنا أموت على شيء اسمه هاري بوتر. So قررت إني أسوي هالفيديو وأوريكم كل الأغراض اللي عندي إياها متعلقة بهاري بوتر. So ما بطول عليكم وايد. Let's go. أول شيء وصلني قبل كم يوم هذا البلوفر على هاري بوتر وبيت غريفندور من رفيشتي هدية، وهم جابت لي كل هذيل السوكس على الهاوسز مالوت هاري بوتر. هذا الكتاب على هوغوارتس ومن داخل شكله كذي، عصاية دريكو مالفوي هذه هي من داخل، عصاية ثانية وصلتني هدية، وهذه هي العصاية من داخل it looks so cool وهي عصاية مس ماغامغول. عندي هذيل، وهم عندي باربي دولز على دامبلدور وهرمايني. أكثر شيء أحبه this hoodie and this hoodie keychain على هاري بوتر، جنطة على هوغوارتس، هذيل الكول بوتس، وأخيرا وليس آخرا كمبل دريكو مالفوي من هاري بوتر. I think I'm obsessed.